ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل بانكيك. المقادير: كوباية لبن، كوباية ونص دقيق، بيضتين، تلت كوب سكر، ربع كوب زبدة سايلة، رشة ملح، فانيليا، معلقة بيكنج باودر، وللتزيين عسل أبيض وأي فاكهة عندك. هنبتدي. معانا هنا اهو حطينا الدقيق كوباية ونص، هنحط اللبن، البيضتين، السكر، الزبدة، معانا رشة ملح وفانيليا وبيكنج باودر، نقلب كده حلو. سهل جدا وسريع وما بياخدش وقت. كده خلاص هناخده بقى البوتاجاز وهرجع لكم تاني. بعد ما عملناها هنجيب طاسة نحط فيها رشة زيت يدوب كده بالفرشة وخلاص، وهنجيب بقى بتاع كده بالكبشة، وهنحط كبشة بس، هو كده حجمه كويس قوي، وان هو المفروض ما بينفش في الطاسه كده، كويسه جدا. كده حلوة قوي، هنطلعها زي ما انتم شايفين كده اهي. هي بس دي طلعت ادي شكله بعد ما خلصنا وعملنا عليه العسل والموز وخلاص. نشوفكم في اكلة جديدة ان شاء الله. باي باي.